الجماعه لها تنظيم سري قطبي تكفيري، هو ده اللي قبل انه يضع خيرت اساسي ومرسي احتياطي، لان مرسي واحد منهم، فلما خيرت لم يوفق لسبب من الاسباب، ومرسي ايضا لم يوفق، ولكنه وفق بتأييد من امريكا وبضغط من امريكا. فلما اعلن قيام الرئاسه الجديده بقياده مرسي كان بيأدي دور سيء جدا، دور امريكاني، دور تقسيم اراضي، دور هو كان يعلم بهذا، وكانت هناك صفقات تعقد على جسد مصر يعني.